على حبك ما في حبيبي. شكرا عشان اللي بيعمله الشعب الفلسطيني ما فيش شعب يتحمله. أنا شفت في الميدان أولاد مولعين كفرات كاوتش وشباب ملتمين ضد الغاز، وجنبي منه واحد رايح شغله وجنبيه واحدة رايحة السوق متناقضات. هو ده شعب فلسطين، الإرادة، العزيمة، القوة. أكيد أنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في أوبريت عربي شمس العروبة مع 28 فنان، اللي ضم 28 فنان من مختلف الدول العربية. وأكيد يعني هو إجا بالوقت المناسب ليأكد إنه فلسطين دائما هي القضية اللي بتجمع كل الفنانين العرب، وإنه إحنا دورنا كفنانين دائما نقدم رسالة وطنية وإنسانية، وهي اللي قدمناه في هذا الأوبريت. كل عربي بتمنى يدخل تراب فلسطين وشم ريحة فلسطين، لأنه هذا شرف كبير لإلنا إنه نكون يعني نقدم أي شيء ولو كان بسيط لفلسطين. شاعر فلسطيني سامي مهنا.